بعد سنة وثمان أشهر من الفراغ الرئاسي، حكومة تصريف أعمال وشلل العمل البرلماني، تنظر قوى سياسية عديدة للحوار كخطوة أساسية لتحريك الملف الرئاسي، بوقت بترفض قوى أخرى الحوار وبتطالب بإتباع المسار الدستوري، وهو اللي دفع مبادرة المناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ الحوار حل للشغور الرئاسي؟ موضوع رح يتناظر فيه كل من يوسف مقدم ورالف بوشعيا. شو قولك؟ الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر موحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.